السلام عليكم وبركاته. كل عشوة في راس الواد، كل عشوة مع البرود مع ذاك، هذه طريقة هذه اللي دخلت على راس الواد. الناس تجي لهنا باش يبردوا رواحهم، يعقبوا يعني لسواري وحدهم مع ولادهم مع لافامي. هاك تشوفها الصوار كيما يعني الكاميرا ما تقدرش تهدر ولا ما تقدرش تقول ولا بصح كاين برود يعني والله ما شاء الله انا في برود. واش حبيبنا واش جيت اليوم هنا؟ كل يوم تجي هنا؟ كل يوم تجي كل يوم هنا؟ كل يوم تجي لهنا مع شويه بان مع شويه فول مع شويه كيوكيو رانا مع الله كليم تعرفي سبحانك. فوالا هذه راهي هذيك هي صح كنا نهضروا فيها هذه ما كاينش. وانت اخويا كشما كلمه صغيره هكذاك والله رانا مع الاحباب اللي نلتقاو كل عشوه قاعده في المستقبل. فان ترافاي تجوا لهنا يعطيكم الصحه خويا. تنحي على قلبك شويه ان شاء الله كما راكم تشوفوا مع ملاد صغار. كيما تهضر وليدي كيما تقول؟ هيا قول كلمه صغيره. هيا قول دير لنا باي باي. ها يا سيدي هذا ما كبر. ساعنا تاع راس الواد ديما تخرج برا تعقب في سواري تاعهم البروت. وقتاش تطلعوا العشاء ولا المغرب؟ المغرب 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 تطلعوا. هاي مليح الله غالي يروحوا وقت صلاه ولا هاي هذاك هو صح. هاي واش نقول لكم؟ السلام عليكم و بارك الله فيك على الفؤاد. بلا مزيه بلا مزيه كثر خير. حنا نعطيو راس الواد واجواء تاعو سيرتو العشيه هذيك هي